السلام عليكم، ازيكم؟ سنه ثالثه، معاكم زميلتكم ياسمين خالد فرقه رابعه. ان شاء الله نشرح مع بعض موديول التروما، ودي تاني محاضره في التروما. هي المفروض دي الاولى عندكم في الجدول تقريبا. بس معلش اسمعوا المحاضره الثانيه الاول وبعدين دي، علشان المحاضره الثانيه بتتكلم عن المانجمنت وفي الاكسيدنت بيشنت، بتتكلم ازاي اعمل مانجمنت لمصابين الحوادث عموما. في المحاضره ديت بيقول مانجمنت اوف البولي تروما بيشنت، ومخصصها اكتر للاورثوبيديك عشان تبقى بدايه بقى للموديول اللي هو اورثوبيديك اكتر، اللي هو عظام فراكشرز كسور بقى والطرق اللي بعالج بيها، سواء سبلنت او نيلز وسكروز اللي هو شرايح ومسامير والحاجات دي. تمام، فنبتدي مع بعض بقى المحاضره. بيقول مانجمنت اوف البولي تروما بيشنت. اولا كده نعرف يعني ايه بولي تروما بيشنت. البولي تروما بيشنت دوت بيبقى شخص مش محظوظ جدا، يعني بيكون في حادثه كبيره قوي لدرجه ان هو ما بيكونش جاي لي مثلا بكسر في مكان واحد، لا بيكون جاي لي بكسر في كذا مكان، وبيكون برضو جاي لي بجروح تانية، وبيكون جروح صعبه، وبيكون بنزيف من مكان فهو مش محظوظ، بيبقى معاه كسور كتير وجروح كتير وانجرس كتير، لدرجه ان مثلا ممكن يكونوا زمان كانوا بيختلفوا مثلا هنبتدي منين، يعني يلوص هنعمل مانجمنت منين ولا منين ولا منين، لايه ولا لايه ولا لايه. فعلشان كده حطوا بروتوكولز معينه وكل الدول بتتبعها وكل المستشفيات بتتبعها بالخطوات بتاعتها زي ما هي، ما ينفعش اسبق خطوه على الثانيه. تمام، نشوف بقى ايه هي البروتوكولز ديت. عندنا الايرلي توتال كير والدامج كنترول اورثوبيديك. تمام، هنا بيقول لنا ان البوليتروماتايز بيشنت كنترول بيكون منحصر بين الاورثوبيديك وبين برضو تو بروتوكول، بيكرر الكلام تاني اللي هو الايرلي توتال كير والدامج كنترول اورثوبيديك. خلينا نحكي حاجه كده، يعني مثلا لو انا جاي لي زي ما اتفقنا ان الشخص زي ما قلنا كده، لو انا جاي لي الشخص اللي مش محظوظ خالص دوت، اللي هو جاي لي بكسور وبجروح وممكن يكون السبلين بتاعه مراكشر وجاي لي بنيوموثوركس او هيموثوركس، ايا كان هو جاي لي بايه، حادثه مش سهله يعني، ومش عارفين نبدا منين. اولا اللي هو لغينا عنه الاي بي سي دي اللي احنا قلنا عليه في المحاضره اللي فاتت دوت، اللي انا بعمل اللايف ثريتنج كونديشن بطمن عليها كلها، اللي هي اصلا مستوى الريت اوف ديس بيكون من على الحاجات دي. انا لازم اتاكد ان الشخص اللي قدامي دوت بيتنفس كويس، السيركيوليشن بتاعته تمام، الكونشسنس بتاعه كويس. فعندي اللي هي الاي ال تي اس اللي هي لايف تروما سبورت، اللي هي الاي بي سي دي، بيقول لنا ان انا لازم اعمل الخطوه دي الاول قبل اي تدخل مني، قبل اي خطوه تانية لازم اتاكد ان الشخص اللي قدامي دوت اصلا صاحي او على قيد الحياه زي ما بنقول، فانا اعمل له اي بي سي دي الاول. تمام، وبعد كده بقى انا هشوف هو ستيبل ولا مش ستيبل. والله لو ستيبل هعمل له الاي سي الاي تي سي اللي هو الايرلي توتال كير. تمام، لو مش ستيبل لا هعمل له الدي سي او. تمام، يبقى انا جاي للشخص اللي مش محظوظ جدا دوت، اللي هو مصاب باكتر من انجري وكسر وجرح وبينزف ومش عارفه عنده ايه جوه في الرئه وعنده ايه في السبلين، متدهور يعني. تمام، انا هتاكد اول حاجه عندي الاي بي سي دي هشوفها الاول، دي خطوه اساسيه كده يعني، اول بنقول بسم الله الرحمن الرحيم اي بي سي دي، دي لازم اطمن عليها، وبعد كده هشوف انا هعمل ايه بعدها. تمام، قلنا لو هو مثلا ستيبل شويه، واكيد مش هيكون ستيبل خالص يعني، بس هنعرف ايه المقصود بكلمه ستيبل ديت، هنعمل له الاي تي سي الايرلي توتال كير. لو هو مش ستيبل هعمل له الدي سي او. تمام، نشوف ايه بقى الايرلي توتال كير دي. بيقول ان الايرلي توتال كير دي بتكون عباره عن ان انا بعمل كومبليت برايمري ديفينيت فراكشر ستابلايزيشن وذن فيرست 24 او 48 اور فروم انجري، ان انا بثبت الكسر دوت وبعمل له مانجمنت، وبيكون ديفينيت مش تمبوري مش مؤقت، لا ده انا بتعامل صح مع الكسر ده من الاول في خلال 24 ساعه او 48 ساعه من الاصابه. تمام، تاني حاجه الدامج كنترول اورثوبيديك، نشوف ايه اللي مختلف فيه. ده قلنا بيكون الحاجات اللي هي مش ستيبل، اللي هي مش ستيبل ان انا اخش بيها عمليات، يعني الايرلي توتال كير هو الى حد ما ستيبل ان انا اخش عمليات واصلح، لا ده مش ستيبل ان انا اخش، مش وقت عمليات خالص، مش وقت ان انا ارد كسر، مش وقت ان انا اركب شرايح ومسامير، مش وقته خالص، ده في حاجات تانية اهم. طبعا بعد ما عملت الاي بي سي دي الاول ناكد عليها، نعمل الاي بي سي دي الاول وبعدين نشوف احنا بقى هنطبق الدي سي او ولا الاي تي سي. تمام، الدي سي او ده بيقول لنا ان هو بيتكون من 3 فيزز، فيز 1 و2 و3. قلنا طبعا ان مفيش ستيب بتطبق قبل الثانيه، هي خطوات وبمشيها زي ما هي. نعرف بقى الفيزز دي عباره عن ايه. فيز 1 بيقول لنا ان هي عباره عن ايمرجنسي سيرجري، يعني جراحه طارئه، بمعنى ان انا لو جاي لي العيان اللي مش محظوظ دوت وعنده كسر عارفين وعنده مش عارفه حته فين عايزه تتخيط وعنده كذا وعنده كذا وعنده كذا، بس الحاجات دي كلها تستنى، وانا مش خايف منها ان انا ممكن تستنى معايا شويه، بس في المقابل ده كله في حنفيه دم مفتوحه على الشارع، يعني بينزف وبينزف كتير وانا مش عارف هو عبال ما جالي المستشفى هو نازف قد ايه، فهو ممكن يخش فايف فيلم شوك ويضايق مني، يبقى انا كده ما استفدتش حاجه، فانا لازم اوقف الحنفيه اللي مفتوحه دي. كمان هو الحادثه اللي بتحصل دي بتحصل في الشارع، والشارع مليان اورجانيزم، وكمان هو نزف يعني ميديا كويسه جدا للاورجانيزمز ديت انها تنمو وتبوظ لي الدنيا، يبقى في كونتامينيشن، يعني انا اسيب الحاجات دي، اسيب الحنفيه المفتوحه والكونتامينيشن ديت تعمل لي سيبتك شوك ويخليه يموت برده، والهيموريدج يخلي في هيموريدج شوك ويموت برده، واروح اقول لا والله ده انا هروح اصلح الكسر الاول ولا مش عارفه اخيط الحته دي مش عارفه ايه الاول، لا طبعا انا لازم اوقف الحاجات دي، ما قلنا هندخل في سيبتك شوك وهندخل في هايبوفوليميك شوك وهيموت مني، فانا لازم اشوفها الاول.
والله هدخل العمليه بسرعه، وخاصه لو النزيف دوت داخلي ان انا هخش بسرعه واعمل لاجيشن اربط الارتري اللي بينزف دوت، وبعدين اخرجه يروح الاي سي يو العنايه واعمل له ريسسيتيشن هناك. الريسسيتيشن برده منطبق الاي بي سي دي، واركب له بقى اي في فلويد واكون سحبت منه عينه دم وشفت الفصيله بتاعته ايه، واجيب له كاس دم واعمل له بلا ترانسفيوجن. والله ده انا هديله بلازما، ده انا هديله كواجوليشن فاكتور، لا ده انا هديله كالسيوم، لا هظبط له الدنيا بحيث يخش معايا على الخطوه الثالثه اللي هي ايه. لا بقى انا اخش العمليه واصلح يعني الكسر بقى، هرده واركب شرايح واركب مسامير، لا مش عارفه في ايه ثاني هصلحه. دي بقى التصليح النهائي زي ما بنقول. يبقى احنا عندنا الدي سي او 3 فيزز. الفيز الاولى اللي هو بتبقى جراحه طارئه ايمرجنسي، بعمل كنترول للكونتامينيشن والهيموريدج. تاني فيز اللي هي برجعه تاني الاي سي يو، بخرجه من اوضه العمليات واوديه الاي سي يو، اعمل له ريسسيتيشن واخلي الدنيا ستيبل بحيث ان هو يستحمل ان هو يخش معايا العمليه بعد كده، اللي انا بقى ايه هعالج له الحاجات اللي فيه دي كلها. في كسر هعمله ريدكشن بقى، وركب سكرو ونيلز شرايح ومسامير ومش عارفه ايه وهكذا. يبقى ديت الدي سي او. قلنا الايرلي توتال كير بتكون عباره عن برايمري وكومبليت وديفينيتيف، هي مش حاجه مؤقته يعني، هي حاجه انا بعالج علاج نهائي برايمري وكومبليت وديفينيتيف. فراكشر ستابلايزيشن ديورنج الفيرست اول 24 ساعه و 28 ساعه من الانجري. اما الدامج كنترول اورثوبيديك دي قلنا عباره عن 3 فيزز. الفيز الاولى قلنا بتبقى جراحه طارئه، بخش اشوف الحنفيه اللي بتنزف دي اروح اقفلها لو في كونتامينيشن برده، واعمل لها مانجمنت وادي انتيبيوتكس والحاجات دي عشان ما ادخلنيش في سيبتك شوك ويموت. تاني حاجه بقى بخرجه واعمل له ريسسيتيشن واخلي الدنيا اهدى بحيث ان هو يستحمل ان انا اخش بقى عمليه واظبط واشوف ايه اللي حصل. تمام. هنا برضو بيعيد تاني نفس الخطوات، بيقول فيز 1 بيحصل فيها كنترول للهيمرج، فيز 2 بعمل ريسسيتيشن وبتكون في الاي سي يو، فيز 3 بعمل ديفنت فيكسيشن للفراكشر، بثبت الايه الكسر اللي عندي دوت ايا كان باي طريقه. دي محاضرات انتوا هتعرفوها. تمام. بيقول التمبراري فراكشر ريدكشن سبلينتنج اند سكيلتال تراكشن كان بلاي ان ستابلايزيشن اوف المالتي انجر بيشنت. كل الحاجات ديت هتعرفوها برضو في المحاضرات الجايه، اللي هو انا بعمل ريدكشن برد الكسر. يعني احنا نسمع ان لما حد يتكسر بيروح للدكتور يرد الكسر الاول وبعد كده يجبس. ليه بيردوا؟ انا هرجعه في الوضع الاناتوميكال بتاعه، هرجعه في وضعه الطبيعي، مش هجبسه وهو اصلا مش مردود مكانه. فلما العظمه تلحم غلط تعمل لي تقوس بقى وتعمل لي مشاكل تانية انا في غنى عنها، وبعد كده اضطر اكسر العظمه وارجع اجبسه تاني عشان اجبسه صح. كل دوت هتعرفوه برده في المحاضرات الجايه، ما تشغلوش دماغكم. بس انا بقول لكم الكلام اللي موجود ده. سبلينتنج يعني كبيره، سكيلتال تراكشن ده نوع من انواع الريدكشن، بنعلق وزن كده في رجليه، بتكون المصل شده العظمه في اتجاه معين، فانا بعلق التقل دوت في رجليه بحيث ان هو يرجع لي المصل وبالتالي العظمه ترجع مكانها تاني. في سلايد هنا هوريكم الصور بتاعه الحاجات دي. تمام. اهيت الصوره ديت بتاعه الكبيره، دي الكبيره ودي الريدكشن بيرد رجله اهي في المكان الطبيعي، ودي اكسترنال فيكسيتور مثبت خارجي هنعرفها برده. تمام. يبقى كده شفناهم. نرجع بقى نشوف احنا كنا بنتكلم عن ايه. احنا كده قلنا الايرلي توتال كير وقلنا الدي سي او. هنا بيقول برده السكريتال تراكشن فاوند تو بي ايكوال تو الاكسترنال فيكسيتور. احنا شفنا الاكسترنال فيكسيتور ده بيبقى تمبوري، بثبت بس كده مؤقت لحد بعد كده ما اخش العمليات واشوف انا هعمل ايه. تمام. والسكريتال تراكشن اللي انا قلت لكم بنعلق زي وزن كده في رجليه وبنرد بيه برده. تمام. بيقول لك وجدوا ان العيانين بتوع البوليتروماتايز بيشن دول بيجي لهم مالتيبل اورجان سيستم فيلير، وبيجي لهم نمونيا، وبيجي لهم ريسبيراتوري ديستريس، وبيجي لهم امبليزم توصل بيهم لحد الموت. طبعا هو اصلا احنا قلنا ان هو عيان سيء في الاخر، فما فيش مانع ان كل الحاجات دي تجيله. تمام. تاني حاجه بقى بيقول لنا ان علاج البوليتروماتايز بيشن دوت مفيش دكتور واحد هو اللي يقدر يعالجه. يعني مش مثلا واقفين كده في مستشفى ودخل علينا حادثه كبيره وناس مصابه اصابات مش 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 سهله خالص، ومثلا جه جراح بتاع عظام يقول لك خلاص انا اللي هعالج الحاله دي. الحاله دي جراح عظام مثلا يقول لك لا ده انا اللي هشتغل الحاله دي، جراح عام يقول لك لا ده انا اللي هشتغل الحاله دي. بيقول لك تيم ايفورت، هو عباره عن عمل جماعي، بيبقى عايز جنرال سيرجري وعايز اورثوبيديك سيرجن، عايز جراح عظام وعايز دكتور جراح بتاع جراحه عامه، وعايز بتاع راديولوجيست بتاع اشعه، وعايز بلاستيك سيرجن جراحه تجميليه، وعايز ايمرجنسي، وعايز تروما تيم، ده بيكون تيم كده مخصص ودكاتره مخصصين في التروما، وعايز نيورو سيرجن، وعايز جراح بتاع مخ واعصاب. فهو مش دكتور واحد اللي يقدر يتكفل بالموضوع ده، ده هو بيبقى عمل تعاوني كده كبير وكلهم واقفين. تمام. هنا بياكد علينا برضو ان التروما لايف سبورت الاي تي ال اس برينسيبال ان مايند، بيقول لك دايما خليك فاكرها اللي هي الاي بي سي دي، دي بعملها قبل ما اعمل اي تدخل يخص العظام او قبل اي تدخل اصلا، ان انا لازم اعمل اي بي سي دي. تمام. تمام. نعرف بقى ايه الليسال ترايد دوت الثلاثي المميت. الليسال ترايد ايه هو الليسال ترايد بتاعنا اللي ممكن يحصل في البوليتروماتايز بيشنت؟ اللي هي الاسيدوزس. تمام. اسيدوزس والهايبوثيرميا والكواجلوباسي. تمام. يبقى عندي الليسال ترياد هو الاسيدوزس هايبوثيرميا والكواجلوباسي. اسيدوزس هايبوثيرميا كواجلوباسي، مهم جدا ان احنا نبقى عارفين ايه هو الليسال ترياد. نشوفه بقى بالتفصيل. بيقول لنا الليسال ترياد في الهايبوثيرميا عند كواجلوباسي عند اسيدوزس هيعرفنا بقى ايه اسباب كل واحد فيهم. اول حاجه الهايبوثيرميا بيقول ايه اسبابها، بيقول لك دي بتبدا مع التروما علشان بيحصل اكسيربيشن افتر هايبو برفيوجن برولونجد اكسبوجر اند ان اكتيفيتي والايج. الهايبوثيرميا دي لو نلاحظ ان احنا دايما لما نيجي ننام كده بنبقى سقعانين، ليه؟ عشان بنبقى ان اكتيف مش بنتحرك، فبنبقى سقعانين. طبعا مع مرور العمر بالايج هنلاقي برضو الناس الكبار في السن شويه بيبقوا سقعانين اكتر. بلس انا بتكلم على واحد اصلا بوليتروماتايز بيشنت، فهو بالفعل كان بينزف فحصل له ان الدم دوت هو اللي بيروح يوصل الاكسجين وبيوصل كل حاجه للخلايا، فهو قل فالبرفيوجن قل، فطبيعي ما هيحصل هايبوثيرميا والانفايرمنت برضو. تمام.
والاكسبوجر يعني. هو اكيد برضو مثلا تكون هدومه متقطعه او هو مثلا يعني لو لما وصل المستشفى قلعوا هدومه او ايا كان، فالاكسبوجر برضو بيعامل من الحاجات اللي ممكن تعمل هايبوثيرميا. الاسيدوزس دي برضو نتيجه الايه؟ الهايبوثيرميا. الهايبوثيرميا تمام. انا الهايبوثيرميا والهيموريدج عملوا لي بالبرفيوجن، قال البرفيوجن بالنسبه لي طب الخلايا مش وصل لها اكسجين، هتشغل الانيروبيك باسواي، وعارفين ان الانيروبيك باسواي بيطلع لي لاكتيك اسيد بكميات كبيره، فهيدخلني في اسيدوزس. الاسيدوزس ديت بتاثر على عمل الانزيم كلها وبتاثر على الكونتراكتيليتي بتاعه الهارت، فمش هيعمل كونتراكشن الطبيعي بتاعه، فهيقل الدم اللي خارج فهيقل البرفيوجن، وهكذا سيركل كده سيركل مغلقه تمام. يبقى هايبوثيرميا اسيدوزس، وبيقول ان الاسيدوزس بتبقى اقل من 7.4. يبقى تاني الهايبوثيرميا ديت بتبقى نتيجه الهيموريدج، فبيدخلني في هايبوفوليميا، والهايبوفوليميا تدخلني في هايبوبرفيوجن برولونج اكسبوجر، ان هو بيكون مثلا ممكن تكون هدوم يعني حد قلع حاله او حاجه او متقطعه بما انه في حادثه كبيره او ايا كان، وطبعا مع مرور العمر والانكتيفيتي تمام. الاسيدوزس قلنا ان الاسيدوزس ديت علشان الهايبوبرفيوجن برضو، فالخلايا مش وصل لها دم كويس، فبتضطر تشغل الانيروبيك باسواي. الانيروبيك باسواي بيطلع منه كميه لاكتيك اسيد كبيره، فبتدخلني في اسيدوزس. الاسيدوزس بتاثر على الانزيم اصلا بتاعه الجسم كلها، وبتاثر على الهارت وعلى الكونتراكتيليتي بتاعته، فمش هيعمل كونتراكتيليتي طبيعي، هيكون قليل، فالدم اللي هيقل الاوتبوت اللي هيخرج منه قليل، فبالتالي هيدخلني في هايبوبرفيوجن، وهكذا دايره مغلقه تمام. تمام. تالت حاجه بقى في الليسا ترياد اللي هي الكواجولو، بس بيبقى في امبالانس بين الكواجوليشن والبليدنج سيستم. في كذا فاكتور بيأثر لي على الكواجولوسي، منها الكالسيوم ليفل ما هو عمال ينزل، فاكيد برضو بيفقد معانا كالسيوم، وكواجوليشن فاكتور ما هو برضو بينزل، فكواجوليشن تنزل فبتقل، او ان هو مثلا كان بيحاول في الاول يعمل كواجوليشن فاستنزف الكواجوليشن فاكتور، والهايبوثيرميا برضو بتأثر، او ان انا وانا بعمله ريسوسيتيشن عمال اديله اي بي فلويد اي بي فلويد، وانا اصلا ولا مدياله كالسيوم ولا مدياله ولا معوضاله الكواجوليشن فاكتور اللي هو فقدها خلال الهيموريدج ولا اي حاجه، فانا ممكن اعملها ياتروجينك اصلا وانا بعمله ريسوسيتيشن ادخله في كواجولوسي تمام. يبقى احنا عندنا ليسا ترياد، الهايبوثيرميا والاسيدوزس والكواجولوسي، وعرفنا كل واحده ايه اللي ممكن يدخلني فيها تمام. هنا بيقول الفيمر فراكشر اند دي سي او في اس الاي تي سي، اللي هو لو انا عندي فيمر فراكشر انا هتعامل مع تبع الدي سي او ولا الاي تي سي. نشوف بقى الفيمر فراكشر بتعامل معاه تبع الاي تي سي ولا الدي سي او تمام. احنا قلنا الاي تي سي ده بيكون شخص يعني لحد ما استيبل، يقدر ان هو يخش معايا عمليه، واقدر بقى اشوف انا هالمانجمنت ازاي باي طريقه من انت تشوفها في المحاضرات من المانجمنت بتاع الفراكشرز ايا كانت الطريقه دي ايه، ولا انا هتعامل معاه بالدي سي او وهو اصلا بيكون انستيبل. والله الفيمر ديت يعني في البلفس، وبتعمل البلفس رينج اللي احنا هنشوفها في السلايد الجاي، وهنا اصلا المنطقه دي مليانه ارتريز وحاجات كتير، وهو اصلا كسر صعب يعني كسر صعب جدا، حتى لما بنقول الناس اللي بتكبر في السن فبيتعرضوا مثلا للديكريز البون دينس بتاعتهم، فبيبقوا لايبل ان هو يحصل لهم اي فراكشر من اي وقعه بسيطه، مثلا تسمع ان حد كبير في السن مش عارفه خبط في كومودينو مثلا او وقع في الحمام، والله ده جاله كسر فراكشر نيكو فيمر ودخلوا هيضطروا يعملوا له هيب ريبليسمنت. هو كسر اصلا صعب يعني هو في الطبيعي صعب، ما بالك بقى مع بروتوماتايز بيشنت، فاكيد انا هتعامل معاه بالدي سي او مش بالاي تي سي تمام. تمام. هنا برضو مدينا البلفك رينج انجري، بيدينا نبذه كده عنها، كل ده زي ما قلت لكم هتعرفوه في محاضرات منفصله. البلفك رينج انجري من اخطر الاصابات اصلا، هو بيقول ذا اورثوبيديك سيرجن كان بي اوف ذا موست بينفيت ان ذا ايرلي مانجمنت اند ريسوسيتيشن اوف مالتيبل انجر تروما بيشنت ان ذا ايريا اوف البلفك تروما. بيقول لك اكتر واحد يكون مفيد في حالات البلفك رينج انجري هو الجراح بتاع العظام تمام، علشان بيكون عندي هاي ريت اوف مورتاليتي هاز بين اساين تو بلفك رينج ديسربشن سبيشالي اسوشيشن وذ هيموراجيك شوك. ليه؟ احنا قلنا بيكون فينا ايريك ارتري معدي، فيعني من الممكن جدا اللي هو بنسبه 85% مثلا لو احنا افترضنا النسبه ديت، ان لو حصل لي فراكشر فيمر فالكسر دوت اكيد العظمه لما بتتكسر مش بتتكسر لي بمسطره، فبيكون لها حروف كده، فهي اصلا وارد انها تروح معوره لي الارتري دون، الارتري دون يروح نزف لي. طبعا هو اليك ارتري، ارتري محترم مش يعني مش حاجه بسيطه لا، فهو بينزف لي وبينزف كتير يعني كميات كبيره تصل لحد ال 4 لتر، هنعرفها في السلايد الجاي. هو اصلا البادي كله فيه كام لتر من البلاد؟ 5. هو لما ينزف لي 4 فهو اتصفى اصلا، فهو يدخلني في مراجع شوك ويضاي مني تمام. يبقى علشان كده البلفك رينج انجري دي من اخطر الاصابات، يبقى هاي ريت اوف مورتاليتي هاز بين اساينت تو بلفك رينج ديسربشن سبيشالي اسوشيشن وذ مراجع شوك تمام. ان بيشنت وذ هاي بوتنشن اند بلفك رينج ديسربشن. الكومن سايت بقى بيقول لنا ايه الكومن سايت للبليدنج من في حالات البلفك رينج انجري؟ هي الالياك فيسل اند ذير برانشز، الالياك ارتريز والبرانشز بتاعتهم. وبيقول برضو الفينوس ديسربشن هيموريدج از ويل از بليدنج فروم الكانسيلس بون ميجر كونتريبيوتور، ومن الكانسيلس بون برضو. بيقول برضو ان البلفس اند ريترو بريتونيوم كان هولد اب تو 4 لترز اوف فلويد، يعني 4 لتر يستوعب 4 لتر، هو اصلا البادي كله فيه 5 لتر، هو لما يفقد منهم 4 هو بيتصفى ويدخل مني في مراجك شوك زي ما قلنا. الاكسترنال فيكسيشن ايذر ان ذا الياك وينج اور ان ذا انتيرور انفيرور الياك سباين تو هيلب كنترول بلفك ديسربشن از ليس يوتيلايزد از ان ذا وست. بيقول ان زمان كانوا بيستخدموا الاكسترنال فيكسيتور. يبقى احنا عرفنا ان البلفك رينج انجري ديت موست سيريس والمورتاليتي بتاعتها عاليه جدا علشان الهيموريدج اللي بيحصل من الالياك ارتري والكانسيلس بون. يبقى نعرف ايه السورس بتاع البليدنج في حالات البلفك رينج انجري.
قلنا ان هي الاليك ارتري والكانسلس بون البرانش بتاعت الاليك ارتري. البيشنت بيخش منك في هيموراجيك شوك هايبوتنشن، بيفقد لحد 4 لتر من الفلويد. ايه تاني؟ وبيقول ان هما زمان كانوا بيستخدموا الاكسترنال فيكسيتو في حالات البلفك رينج انجري، ودلوقتي ما بقوش يستخدموها. ودي بقى الصور الكبيره اهيت، انتوا الحاجات دي اصلا هتحفظوها في المحاضرات الجايه، فهيبقى احنا بس عشان في الاول فتحسوا الحاجات صعبه عليكم. ديت السبلنت الكبيره، دي الريدكشن هو بيرد الكسر، وده الاكسترنال فيكسيتور. تمام، نراجع بقى مراجعه بسيطه كده. احنا خدنا ايه النهارده؟ احنا خدنا المانجمنت بتاع البولي تروماتايز بيشنت، بنتعامل معاه ازاي. قلنا المورتاليتي ريت في البيشنت دول بتكون عاليه جدا، فعلشان كده حاطه بروتوكولز متبعه في كل المستشفيات وفي كل الاماكن وفي كل الدول. قلنا يا سواء بنتعامل معاه على انه اي تي سي او الدي سي او. تمام، الاي تي سي دوت بتكون خلال اول 24 ساعه او 48 ساعه من الانجري، وبعمل كومبليت وديفينيتيف ستابلايزيشن للفراكشر. تمام، اما الدي سي او قلنا بتتكون من 3 فيزز. الفيز الاولى بتكون ايمرجنسي للسيرجري، لو انا عندي حنفيه دم مفتوحه بعمل كنترول للهيمورج والكونتامينيشن. فيز 2 ان انا بكون خرجته بقى وبرجعه الاي سي يو واعمله ريسسيتيشن واخليه مور ستيبل، بحيث ان يستحمل معايا ان انا اخش بقى عمليه واصلح واشوف انا هشتغل ازاي، لو في كسره اظبطه، اي اصابه ثانيه استنى لحد ما انا خليته ستيبل اصلحها بقى براحتي. ما هو بقى مور ستيبل يعني انا ظبطت الدنيا شويه لدرجه ان هو يستحمل معايا. فيز 3 بقى ان انا اخش واصلح. تمام، وقلنا ان الفيمر فراكشر بتعامل معاها على انها دي سي او مش بالاي تي سي. تمام، قلنا البلفك رينج انجري انها المورتاليتي بتاعتها عاليه جدا علشان الهيموريدج، وبيدخلني طبعا في مرضك شوك. البليدنج في البلفك رينج انجري بيكون من الالياك ارت، من الالياك بيسل والبرانشز بتاعتهم والكانسيلس بون، قلنا بتوصل لحد 4 لتر، فدوت اصلا البادي فيه 5 لتر، فلما ينزل لي 4 فهو كده بيتصفى فيخش مني في مرضك شوك. وما ننساش الليسال تراياد اللي هو الهايبوثيرميا والاسيدوزس والكواجلوباسي. وقلنا الاسيدوزس ان البي اتش تبقى اقل من 7.4، وعرفنا كل واحده ايه الاسباب بتاعتها. تمام، وبس كده يا دكاتره وبالتوفيق. نشوف بقى سؤالين اللي في الاخر دول، هم سؤالين مبسوط جدا. اول سؤال بيقول cause of this in pelvic ring disruption is، قلنا البلفك رينج اكتر حاجه فيها ايه؟ البليدنج، وعلشان كده هي فيها هاي مورتاليتي، يبقى الهيموراجيك شوك. الليسال تراياد ان بولي تروماتايز بيشنت از، اللي قلنا الليسال تراياد مهم جدا يعرفوا اللي هو الهايبوثيرميا والاسيدوزس والكواجلوباسي. تمام، يعني بقى واحد ايه دي اللي هو ده الثالثه، الاسيدوزس والهايبوثيرميا والكواجلوباسي. قلنا اول حاجه الهيموراجيك شوك. تمام، ترو او فولس، فيز 1 ان دي سي او سيستم از ريسسيتيشن. احنا قلنا الدي سي او هو اصلا بيكون انستابل، قلنا الفيز الاولى ان احنا بندخله ايمرجنسي بنحاول نعمل كنترول للهيمورج والكونتامينيشن، وبعد كده بنخرجه الاي سي يو ونعمله ريسسيتيشن. يبقى الريسسيتيشن بيبقى في الفيز الثانيه، يبقى دي فولس. تمام يا دكاتره وبالتوفيق، وشكرا لكم جدا، واتمنى ان انا اكون قدرت افيدكم. ما تنسوش تبعتوا لنا الفيدباك بتاعكم، وهنسيب لكم لينك الاكونت بتاع نجاح في الديسكربشن لو حد عنده اي سؤال. وبالتوفيق يا دكاتره.